لو انت لو انت يعني دلوقتي بحط نفسي مكان مدرب المنتخب، حطيت مثلا 10 اسماء في وسط الملعب موجودين في مصر كلهم حلوين بما فيهم مهند لاشين ومحمد رضا بوب، تمام، فبدات اقول طب خلاص انا هاخد ده اولى ده، او ما كلهم حلوين، تمام، فهل من الخمسه دول فيهم واحد ما يستحقش يبقى موجود في منتخب مصر؟ لا لا كلهم، لا ممكن. مين؟ مروان عطيه. مروان عطيه انا بس بناقشك، انا هقول لك حاجه يعني. مروان لو في الاتحاد كان هيجي، ما هو انضم مع المنتخب، هو فيتوريا ضم مروان عطيه وهو في الاتحاد، هو في الاتحاد جابوا معسكر، ماشي، تمام، معسكر ماشي، تمام. انا بكلمك، ما بالك انت بقى لما يلعب مع الاهلي وياخد خبرات كمان. انا بتكلم على داتا قديمه، رضا بوبو شغال بقى له قد ايه كويس مع فيوتشر؟ بقاله فتره، بقاله سنتين اهو على التوالي، يبقى ليه حق. ومروان بقاله سنتين مع الاتحاد مكسر الدنيا، مش بالظبط، مش زي رضا، عامل موسم حلو، لا مختلف، على الاقل المراكز مختلفه. عايز اقول لك حاجه، واكتر من سنتين كمان لما احنا كنا ماسكين، بس انا بقول لك المراكز مختلفه. ايا كان اللي يجي ده في الاول في الاخر، بس احنا بنتكلم على رقم 6، بنتكلم انا بالظبط كده، انا بتكلم على مراكز. انما تعالى اتفرج على مركز 8 مثلا، مين؟ امام عاشور، عندك محمود حماده بيلعب 6، طارق حامد بيلعب 6، حمدي فتحي بيلعب 6، مروان عطيه كمان كان بيلعب ساعات 6 في الاتحاد، ادي 3، ماشي. انت يعني بس مروان ميزه، دي نقطه بقى، ميزه ثانيه ان مروان وحمدي يلعبوا 8.